السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض كورس البولي نيوكلار. النهاردة إن شاء الله هناخد النفثالين ديريفاتيفز. هناخد بإذن الله النفثيل أمينز، هناخد كمان النفثيل أمين سلفونيك أسيدز، نفسولز، نفثالين كربوكسيليك أسيدز، والنفسوكينونز. هنبدأ بالنفثيل أمينز وهندرس مركبين اللي هو ألفا نفثيل أمين والبيتا نفثيل أمين. نبدأ بسنسز للألفا نفثيل أمين، وهناخد طريقتين فقط للتحضير. أول واحدة الأمينيشن أوف واحد نفثول. لو سخنا الواحد نفسه مع الزنك كلورايد والأمونيا بنقدر نحضر الألفا نفثيل أمين. الطريقة رقم اتنين ريدكشن أوف وان نيترو نفثالين باستخدام الأيرن أند هيدروكلوريك أسيد، بنحضر برضو هنا الألفا نفثيل أمين. هناخد الرياكشنز اوف الفا نفثيل امين. اول رياكشن كابلنج ويز ديازونيوم سولتس. الكابلنج هنا بيتم في الوضع رقم 4 ويدينا ناتج التفاعل. اوكسيديشن باي بوتاسيوم بيرمنجنات هيدينا الفيثاليك اسيد. الاوكسيديشن باي كروميك اسيد هنا هنحصل على 1,4 نفثوكينون. ريدكشن باي صوديوم اند ايزو بنتانول هنحصل هنا هيحصل تشبع للحلقة التي لا تحتوي على الامونيا على الامينو، وهنحصل على باسم مركب ايه 5 و6 و7 و8 تترا هيدرو 1 نفثيل امين. بالنسبة للبيتا نفثيل أمين هناخد طريقة واحدة لتحضيره من البيتا نفسول عن طريق التفاعل مع الأكويس أمونيوم هيدروجين سلفايد عند درجة حرارة أو ضغط عشان نحصل على البيتا نفثيل أمين. هنكتفي بالتفاعل في خطوة واحدة ومفيش داعي لميكانيكية التفاعل. الرياكشنز اوكسيديشن باي بوتاسيوم برمنجنات هنحصل برضو هنا على الفيثاليك اسيد. ريدكشن باي صوديوم اند ايزو بنتانول هيحصل ساتوريشن للرينج الموجود عليها مجموعة الامينو، يعني هنحصل على 1 و2 و3 و4 تترا هيدرو 2 نفثيل امين كابلنج ويز ديازونيوم سولتس. هنا الكابلنج بيتم في الوضع رقم 1 ويدينا ناتج التفاعل زي ما احنا شايفين. هندخل على النفثيل امين سلفونيك اسيدز او بمعنى اخر اللي هو سلفونيشن اوف نفثيل امين. نواتج السلفونيشن لنفثيل امين بتدينا مركبات مهمه تستخدم في صناعه الاصباغ. فلو خدنا الالفا نفثيل امين مع اكسس من كونسنتريتد سلفوريك اسيد عند 130 درجة مئوية فيحصل السلفونيشن في الوضع 4 ونحصل على الالفا نفثيل امين 4 سلفونيك اسيد او نسميه نفثيونيك اسيد. لو استمرت عملية التسخين مع السلفوريك اسيد بنحصل على مجموعة السلفونيك في الوضع 5. لو استمرينا كمان تسخين زيادة بتنتقل مجموعة السلفونيك للوضع 6. ندخل على النفثولز وهناخد الواحد نفثولز واحد نفثول واثنين نفثول او سميه الفا وبيتا طبعا زي ما احنا عارفين. طرق تحضير الألفا والبيتا نفسول هي طريقة
بنحضر الألفا والبيتا نفسهم بطريقة واحدة. أول خطوة من النفثالين عن طريق السلفونيشن زي ما خدناها at low temperature بيدينا السلفونيك أسيد في الوضع واحد، أما السلفونيشن at high temperature بتدينا السلفونيك أسيد في الوضع رقم اتنين. بعد كده بناخد المركب ده ونعمله فيوجن مع صوديوم هيدروكسيد عشان نحصل على النفس أوكسيد اللي بسهولة ممكن أحوله للألفا والبيتا نفسه عن طريق أي دايليوتد أسيد زي السلفوريك أسيد. ندخل على الرياكشنز. أول رياكشن اللي هو تكوين النفس أوكسيد. طبعا احنا عارفين الـ OH ليها خواص حمضية، فممكن تتفاعل مع قاعدة زي هيدروكسيد الصوديوم وتدينا ايه النفس أوكسيد سواء بالنسبة لألفا أو بيتا نفسه. التفاعل مع كلوريت الحديديك في حالة الألفا نفسه بيدينا الألفا داينفثول، وهنا والاتفاق أو الارتباط ما بين الاتنين جزيء بيتم في الوضع رقم أربعة. في حالة البيتا نفسه مع كلوريت الحديديك بنحصل على البيتا داينفثول، وهنا الارتباط زي ما احنا شايفين في الوضع رقم واحد. التفاعل رقم ثلاثة الأكسيديشن. أكسيديشن ألفا وبيتا نفسه باستخدام ألكالين بوتاسيوم برمنجانات بنحصل على الفيتالونيك أسيد. أما الأكسيديشن أوف ألفا نفسه باي كروميك أسيد فده بيدينا الوان فور نفثو كينون. تفاعل رقم أربعة الريدكشن اوف الفا وبيتا نفسه باستخدام صوديوم اند ايزو بنتانول. ففي حالة الالفا نفسه بيحصل تشبع للحلقة التي لا تحتوي على مجموعة الهيدروكسيل، اما في حالة البيتا زي ما احنا شايفين التشبع هنا للحلقة التي تحتوي على مجموعة الهيدروكسيل. كابلينج ويز دايزونيوم سولتس. الكابلينج بيتم في حالة الألفا نفسه في الوضع رقم أربعة، أما في حالة البيتا نفسه فبيتم في الوضع رقم واحد. الرياكشن ويز نيتروس أسيد. تفاعل ألفا نفسه مع النيتروس أسيد فبينتج عن هذا التفاعل دخول مجموعة النيتروزو، ففي حالة الألفا نفسه بيدينا مخلوط من ناتج تفاعل في الوضع رقم اتنين ووضع رقم أربعة. المركبات دي ممكن يحصل لها توتومرايزيشن ويطلع الهيدروجين الموجود على الأكسجين وينتقل على الأكسجين الآخر زي ما احنا هنشوف دلوقتي. ادي حركة الروابط، الرابطة اللي هنا تنزل تعمل رابطة مزدوجة، هنا الرابطة اللي هنا اللي بعديها تتحرك تبقى رابطة مزدوجة مع النيتروجين، الرابطة المزدوجة هنا تتكسر على الأكسجين ويصبح OH. يعني في النهاية هنحصل على الأوكزيم. تمام، يبقى في النهاية حصلنا على الأوكزيم. البرودكت المين برودكت هو اللي بيدينا في الوضع رقم أربعة. بالنسبة للبيتا نفسه مع النيتروس أسيد فهنا بيدينا وان برودكت في الوضع رقم واحد، وبرضه بيحصل له التوتومرايزيشن ويدينا الأوكزيم. السلفونيشن في حالة الألفا نفسه لما نستخدم المايلد كونديشن بيدينا ميكشر اوف برودكت اوف سلفور السلفونيك اسيد في الوضع 2 والوضع 4. لو استخدمنا الفيجرس كونديشن فهنا بنحصل على مخلوط برضو المركب الاولاني فيه مجموعتين سلفونيك اسيد في الوضع 2 و4، والمركب الثاني في ثلاث مجموعات في الوضع 2 و4 و7. في حالة البيتا نفسه بنعمل السلفونيشن at low temperature بيدينا unstable compound اللي فيه مجموعة السلفونيك في الوضع رقم واحد، بيحصل لها rearrangement للوضع رقم 8. لو سخنا المركب ده عند درجة 100 درجة مئوية بتنتقل مجموعة السلفونيك للوضع رقم 6.
لو استخدمنا السلفونيشن حمض الكبريتيك بس المرة دي مع لارج اماونت، فهنا هنلاحظ دخول في نفس المركب اكتر من مجموعة من حمض السلفونيك. ات لو تمبريتشر بنحصل على مجموعتين في الوضع 6 والوضع 8، ات هاي تمبريتشر بنحصل على المجموعتين في الوضع 3 و6. ندخل بعد كده على النفثالين كاربوكسيليك اسيدز، وهناخد المركبين في الوضع 1 والوضع 2 مجموعة الكاربوكسيليك اسيد، فهناخد 1 نفثويك و2 نفثويك اسيدز. طرق تحضير الواحد نفثويك والاثنين نفس الطرق، هناخد 3 طرق لتحضيرهم. اول طريقة بالهيدروليسيس للنيترايلز، هي طرق عامة زي ما احنا شايفين، طرق عامة لتحضير مجموعة الكربوكسيل او ما والاحماض الكربوكسيلية. بالطريقة الاولى الهيدروليسيس اوف نيترايلز. الطريقة التانية اوكسيديشن اوف اسيتايل جروب. اما الطريقة التالتة باستخدام مركب جرينيارد لما نفعله مع ثاني اكسيد الكربون. بدي طرق لتحضير الوان نفثويك، وممكن نحضر الاثنين نفثويك ان انا استخدم الديريفاتيف دي ايه في الوضع رقم 2، بالتالي اقدر احضر ايه الاثنين نفثويك اسيد. بالنسبه للرياكشنز، الرياكشنز هي نفس تفاعلات الكربوكسيليك اسيدز اللي احنا واخدينها زمان، فمفيش داعي ان احنا اخر حاجه النهارده اللي هو نفسوكينونز. النفسوكينونز في منه اكتر من ايزومر، فاحنا هنكتفي ان هناخد الواحد واربعة نفسو كينون او نسميه الفا نفسو كينون. طرق التحضير، ممكن نحضر نفسو كينون من واحد واربعة داي امينو او الداي هيدروكسي او امينو هيدروكسي، او ممكن ناخد النفسالين نفسه. ممكن لو خدنا اي واحد من الاربعة دول عملنا له اوكسيديشن باي بوتاسيوم داي كروميت وسلفوريك اسيد، بنقدر نحضر الواحد واربعة نفسه كينون. ناخد الرياكشنز للواحد واربعة نفسه كينون. اول حاجة ريدكشن باي ميتال اسيد ريدكشن، يبقى هنحول مجموعات الكربونيل هنا لمجموعات او اتش، فهنحصل على الداي هيدروكسيل او الديول واحد واربعة ديول. اوكسيديشن باي نيتريك اسيد بيكسر هنا ويدينا الفيثاليك اسيد. كوندنسيشن ويز هيدروكسيل امين بيدينا المونو اوكزين، واحنا زي شفنا الاوكزين والنيتروزو ممكن الاوكزين يحصل له توتومرايزيشن وتحول للنيتروزو. في السوليد ستيت المركب بيكون موجود في صوره الاوكزيم، اما في السوليوشن ستيت فبيكون في اكويليبريم ما بين الاوكزيم والنيتروزو. بكده نكون وصلنا لنهايه المحاضره النهارده، بس بحب انوه ان في بعض الاخطاء البسيطه في المذكره، يا ريت اللي معاه المذكره يراجع معايا المحاضرات كويس ويصحح لهذه الأخطاء، والكلام ده بصفة عامة مش في محاضرة النهاردة بس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.